الأخ يقول في بلد انتشر السحر والشعوذة والناس يذهبون إلى السحرة ومشعوذين، فأتى بعض الأخوة والأشخاص الذي عنده حب للخير فتح محلا للرقية لصرف هؤلاء عن السحرة، هذا لا يمنع منه لأن هذا من إزالة المنكر، وما اتخذ هذا حرفة إنما هو لصرف الناس عن السحرة إلى الرقية الشرعية، ثم يحصل بعد ذلك تعليم وتفقيه وإيصال المعلومات للناس، وهذا ضروري. لكن الأخ يذكره بقضية ضرورة محاربة السحرة، ضرورة محاربة السحرة، وأنه يحرم العلاج عنده مطلقا، لأن بعض الناس يتصور أنه إذا اشتد به المرض جاز العلاج عند السحرة، هذا غير صحيح. لا يجوز العلاج عند السحرة مطلقا، لا يجوز العلاج عند السحرة مطلقا مهما اشتد المرض بالشخص. الله جل وعلا يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أتى كاهن فسأل عن شيء لم تقبل صلاة 40 يوما، فالساحر بمنزلة الكاهن والعراف والمنجم والرمال، والسحر حقهم القتل كما كان عمر يكتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر، روى أبو داود في سننه وزاد أبو داود وساحرة. أما الذهاب إليهم فهذا يرقق عقيدة الولى والبرى في القلوب ويبعث على تنامي السحرة والمشعوذين، هذا يسحر وهذا يحل، والمريض يتعلق بما عنده، ولا يمكن يكون عنده ولا وبرى وهو ذاهب للعلاج عنده. هل يعقل ان رجل يكفر بالساحر يتبرى من الساحر وهو جالس في بين احضانه يريد العلاج؟ حتى بعض العامه لا فرق جزاك الله خير لانه قد عالجه. اضافه لذلك انه لا يفلح الساحر ذاته، يعني مهما فعل فيك الحقيقه يرجع اليك المرض، قد تبرى فتره يعود عليك المرض مره أخرى لأنه لا يفلح. وبعض السحر يطلب من المريض عمل محرم أو عمل شرك، كما وجب أن يقول بل على المصحف أو اذبح لي كذا وكذا، متى ما فعل المريض شيئا من هذا ولو تحت مسمى الضرورة يقول أتى بناقض ولا عذر له في ذلك، وأن الضرورة ما تبيح النواقض، الضرورة ما تبيح ولا تبيح الشرك. لا يموت الإنسان مريضا من أثر السحر خير له من أن يموت مشركا وذابحا لغير الله أو مهينا للمصحف ناجر إرضاء الساحر هذا. ثم حتى لو فعلت هذا لا يذهب داؤك، وما أنزل الله داء إلا أنزله دواء. علاج السحر واضح بالكتاب والسنة، علاج السحر يكون بالكتاب والسنة، ومتى ما وجد الراقي القوي المؤمن الصادق بإذن الله يرقي المسحور ويبرأ. والسحرة يجب البراءة منهم والتحذير من شرهم ومطاردتهم ومحاصرتهم، لأن بقدر ما تذهب إليهم بقدر ما لا يرون الناس بأسا في هذا السحر والشعوذة، ويحصل حين ذا الضرر الكبير. الشيخ طيب إذا صار في تعلق بالساحر، يعني مثل كانت تتعلق مشكين بالشجرة ذات أنواع، وكان يعني أهل البلد يرونه إنه رجل صالح، جاء ناس اقتلوه بدون إذن والي بدون شيء، هو ساحر 100%. هو قتل الساحر بدون إذن الوالي لا يصح هذا، يترتب عليه ضرر أكبر ومنكر أكبر. ولكن إذا كان هذا الساحر مشهورا بين الناس أنه ساحر، مشهورا بين الناس أنه ساحر، وترتب على وجود ضرر على أهل البلد، فقد فعل ذلك كثير من الصحابة، جندب قتل الساحر بدون إذن الوالي، لكن كان الساحر واضحا سحره، حيث بعد في المستقبل قد يأتي إليك الوالي يقول قتلته وشدني عنه الساحر، كيف تثبت؟ ثم يقتلك به، لأن أهل الساحر سيشكونك وأنت بحاجة إلى إثبات أنه ساحر، كيف تثبت؟ ثم إذا ما أثبت تقتل به شرعا ولو كان ساحرا في الحقيقة، إذا ما أثبت تقتل شرعا، لكن عند الله ما يضرك عند الله، لكن في الدنيا ستقتل، لا بد يكون عندك إثباتات على هذه القضية. وذلك الصحابة قتلوا سحرة مشهورين، والصحابة قتلوه يعرفون بالعلم، ما جاء أحد الناس من العام ما نحن ذلك. حفصة قتل ساحرة، عمر يأمر بقتل السحرة، هؤلاء لهم قدوا مكانتهم، يعرف الخليفة. لذلك عثمان عاتب على حفصة وعاتب على ابن عمر بقتل الساحرة، كان مفروض يرفع الأمر إلى عثمان رضي الله
عن فعاتب عليهم انهم يقتلون بدون اذنه. فلا بد ان تتاكد من قضيه الاثبات.